السلام عليكم. هل أيقنت الفصائل الثورية أخيرا أن لا طريق أمامها لأي انتصار سوى الصف الواحد، ليس في المعركة الواحدة فحسب، وإنما في إشعال كل الجبهات التي تنهك النظام وميليشياته وحلفائه بمنعه من التركيز على جبهة واحدة؟ وهل هذا التصعيد على سائر الجبهات يأتي ردا على الموقف الروسي المؤكد تمسكه بالأسد رأسا لنظام منهك ومتهالك، فيما تعيد قوى إقليمية ودولية نفي كل شائعة أثارتها زوابع الأيام الأخيرة من إمكانية لقائها بالأسد، وتعيد التأكيد بأنها تنظر إليه كمجرم حرب ومجرما ضد الإنسانية بما ارتكبه ونظامه من مجازر دموية بحق السوريين؟ مرحبا بكم في ساعة سوريا. والبداية حول أهم التطورات التي شهدتها الساحة السورية خلال 24 ساعة في هذا الملخص الإخباري. مقتل 17 عنصرا من قوات الأسد في الغوطة الشرقية، والثوار يتمكنون من إعطاب 3 دبابات وعربة مصفحة خلال الاشتباكات العنيفة في المنطقة. الثوار يطهرون الحدود السورية التركية من سيطرة تنظيم الدولة، ويحررون قرية الغندورة في ريف جرابلس الغربي. وتشكيلات الجيش الحر تقصف قوات الأسد في ريف درعا بالمدفعية وتوقع إصابات محققة في صفوفهم. عشرات القتلى بتفجيرات في مناطق سيطرة النظام السوري، ومصادر أمنية تؤكد أن الانفجارات ناجمة عن سيارات مفخخة وأشخاص فجروا أنفسهم في مناطق حمص وريفي طرطوس ودمشق ومدينة الحسكة. موسكو وأنقرة تكذبان لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحتمل ببشار الأسد، والرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي بوتين يبحثان أزمة سوريا على هامش قمة 20 في الصين. مرحبا بكم مجددا، ويسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي، رئيس المكتب السياسي لحركة الإصلاح والبناء حصن. مرحبا بكم دكتور أسامة. كما ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري. مرحبا بكم عقيد أحمد. سنعاود الاتصال مع العقيد أحمد الحمادي، وأبدأ معك دكتور أسامة بهذه التطورات التي يعني أبدأ من النهاية وليس في الشأن العسكري، ريثما ينضم العقيد أحمد. أمريكا وتركيا تكذبان أي مزاعم للقاء الأسد، وما أثير من زوابع الأيام الأخيرة حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن للسياسة التركية، دعنا من السياسة الأمريكية، السياسة الأمريكية فيها كل المتناقضات، ومن الممكن أن تكون هناك لقاءات سرية أو ترتيبات التكذيب هو تكذيب للقاء تركي سوري يعني. نعم. أو لقاء نعم. لذلك أنت لأنك ذكرت الطرف الأمريكي. نعم. أما السياسة التركية يعني أنا لاحظت أن هناك بعض التصريحات التي تتحدث عن علاقات طبيعية مع سوريا هكذا، ربما للتخفيف من قضية التوتر في السياسة الخارجية التركية تحت سياسة صفر مشاكل. نعم. هكذا. لكن الموقف المبدئي لنقل بين قوسين المميز للسياسة التركية ما زال مستمرا وواضحا، وتصريح أردوغان والآن بتصريح واضح أزال كل اللبس. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن نكسب عودة الاتصال مع العقيد أحمد الحماد المحلل العسكري. مرحبا بكم عقيد أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير لك أستاذ وللضيوف الكرام. مساء الخير. دعنا نبدأ من تطورات الشمال والشريط الحدودي. ما الذي يعنيه يعني تحرير الفصائل الثورية بمساعدة تركيا لبلدة ناحية الغندورة، وإتمام قطع الطريق شمالا تماما على تنظيم داعش مع الحدود التركية؟ طبعا معركة درع الفرات عندما انطلقت أعلنت أهدافها وهو تحرير المناطق ما بين نهر الفرات وبين مدينة إعداد طبعا، ومن ضمن هذه المناطق جرابلس ناحية الغندورة بالإضافة إلى الراعي، وعدة قرى
قرى أكثر من 50 قرية حتى وصل اليوم الطريق أو المنطقة ما بين إعزاز وما بين جرابلس بطول 91 كيلومتر هو منطقة خالية من تنظيم داعش بعمق متفاوت طبعا حسب وضع القوات العسكرية في تلك المنطقة. هذا للمرة الأولى منذ عام 2013 عندما كانت داعش على هذه الحدود، وهي طبعا مع حدود تركيا، وتركيا هي حلف من حلف عضو بحلف الناتو، فيعني أن داعش كانت على حدود حلف الناتو. اليوم داعش لم تعد موجودة في هذه المنطقة، وتم يعني هروب تنظيم داعش إلى منطقة الباب وتمركزه في تلك المنطقة، بالإضافة إلى ناحية أخترين وقرية تركمان بارع وطوران وثلالين وعدة قرى لا تزال من منطقة إعزاز يتركز فيها تنظيم داعش. نعم، إذن من جرابلس إلى إعزاز غربا، وجبهة بطول 90 كيلو متر مع الحدود التركية خالية من تنظيم الدولة، وبعمق كما تفضلت يتراوح بين ما يقرب من 20 كيلو متر إلى بضع كيلو مترات. هل بتصورك عقيد أحمد أن الفصائل الثورية وبمساعدة تركيا ستزيد من هذا العمق باتجاه الباب باتجاه منبج؟ طبعا المعركة مستمرة، وتم تحرير عدة قرى من يعني على طريق الراعي الباب، وهي قرية الوقت التابعة لمنطقة إعزاز وطويران التابعة لمنطقة الباب. فالعمل جاري والعمل سيتجه باتجاه الجنوب الغربي حتى يتم تحرير أولا، هذا ما أتوقعه، منطقة إعزاز كاملة، ومن ثم التوجه باتجاه المعقل الكبير هو الباب الذي يعتبره التنظيم أنه حصن أخير في المنطقة الشمالية، وهو خط دفاع قوي عن عاصمة التنظيم والتي هي مدينة الرقة والمنطقة القريبة من الرقة. نعم، دعنا ننتقل إلى جبهات أخرى، مثلا جبهة حماة والتي يعني كان مؤمل أن تخفف الوطأ عن جبهة حلب ومع اشتعال جبهة الغوطة وبعض تحركات في الجبهة الجنوبية في درعا، ولكن كل ذلك يعني كانت المفاجأة بأن النظام استعاد مجمع الكليات جنوب حلب وعاد إطباق الحصار على حلب المحررة المدينة. طبعا النظام استخدم تكتيك كبير بإضافة لطيران تغطية جوية نارية أكثر من 1500 طلعة جوية بمعدل 100 طلعة جوية يوميا كانت تخطف على تلك المنطقة، وأكثر من 18 هجمة مرتدة على منطقة الكليات والألف وسبعين والعامرية وسلة الجمعيات وسلة المحروقات، مما أثر سلبا على حمود الثوار، واختاروا الانسحاب بدل الـ يعني القتل بتلك المنطقة. المعركة لم تنتهي في السيطرة على منطقة الكليات، المعركة مستمرة. اليوم الجيش الحر شن هجوم كاسح على منطقة العامرية التي تقع بالمحاذاة منطقة الحمدانية، وسيطر على عدة مباني وفجر تفجير بقوات النظام. نعم عقيد أحمد، في هذا المجال اسمح لي أن أشرك الدكتور أسامة الملوحي، لديه معلومة ويقول إنها خاصة، تفضل دكتور أسامة. يعني فيما يتعلق بقضية منطقة الكليات، هذا الصمود الأسطوري للأبطال يعني يكاد يصل إلى العجب العجاب، لأن هناك معلومات كثيرة جدا توفرت لنا من مصادر عسكرية من كبرى فصائل الجيش الحر، ولا أقول الفصائل الإسلامية، وكل فصائلنا لها منحى إسلامي فطري. على كل المعلومة تقول أن 20 يوم الماضية قبل سقوط الكليات كان هناك مشاركة أمريكية روسية بقصف متواصل بالطيران. هل شارك الطيران الأمريكي؟ الطيران الأمريكي، وهذه المعلومة تخص الطيران الأمريكي حصرا باستخدام القنابل الفراغية والفوسفورية. مصدر الدكتور هذا اتهام خطير. مصدرنا مسؤول العسكري الأول لفصيل كبير مشارك في العمليات،
ينتمي لفصائل الجيش الحر، وسنعطي هذا الاسم عند الضرورة. لذلك نحن نتحدث عن مشاركة أمريكية كاملة. أمريكا يجب أن أوضح بدقيقة واحدة، أمريكا مارست عملية نفاق بتمثيلية هزلية في الأيام الماضية تحت يعني تسريبات أن هناك محاولات لاتفاق روسي أمريكي فيما يتعلق بحلب. في الحقيقة الاتفاق موجود، وأنهوا هذا الاتفاق. لنا وقفة مع هذا المجال. إذن أنا أريد المعلومة العسكرية، ونحن في إطار العسكرية تؤكد الجميع ساهم بحزام ناري حول الكليات ضد المجاهدين. شاركت أمريكا لعشرين يوم باستخدام بطيرانها كل أنواع الأسلحة بما فيها ما يسمى بالأسلحة الذكية والفوسفورية. نعم والفرامل. نعم شكرا. أعود إليك عقيد أحمد. إذن الدكتور أسامة الملوحي يؤكد من مصادره الخاصة مشاركة الطيران الأمريكي في قصف مواقع الثوار في هذا الصمود الأسطوري. نعم. إلى المعلومات التي وفرها الأمريكان للروس. نعم. طيب عقيد أحمد، كيف تنظر إلى تحرك الجبهات الأخرى، جبهة الغوطة واليوم في درعا وبعد ثبات طويل يعني أيضا هناك بعض التحركات؟ طبعا لا يمكن أن يكون هناك استتباب لهذا النظام ما دام هناك مقاتل واحد يعيش على هذه على الأرض السورية. الثوار إن كانوا في درعا أو في الغوطة أو في كل مكان ينتهزون الفرصة، أول فرصة عندما يكون عندهم أسلحة، يكون عندهم وقت كافي أو ظروف مواتية لشن هجوم على هذا النظام. نعم. يعني مع الضغوطات التي تمارس عليهم من قبل الداعمين ومن قبل الدول الأخرى، أتوقع بأن الثورة ستستمر وبأن هذا النظام لا يمكن أن يكون على الأرض السورية. طبعا كما رأينا في الغوطة الشرقية هناك اليوم ذات الرقاع 4 التي حررت منطقة الصوان ومنطقة حوش نصري وحوش الفارة، وتبدت العدو أكثر من 20 دبابة ومدرعة وآلية، وغنم الثوار أكثر من 5 دبابات وعدد كبير من القوات، وقتل 260 عنصر. نعم نعم نعم، وضحت الصورة العقيد أحمد الحمادة. دعني بسؤال أخير وبكلمات قليلة، التفجيرات التي وقعت في ريف طرطوس وريف دمشق وفي الحسكة، في الحسكة يعني أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته، بقية التفجيرات هل يمكن اتهام النظام بافتعالها؟ النظام يريد مادة من أجل إشعال شعور الموالين له، لأن منطقتكم أو منطقة طرطوس أو المناطق المؤيدة والمحسوبة على النظام، الزهرة في حمص وطرطوس طبعا هي مناطق موالية معروفة، فهذا التفجير أتوقع كيف عبرت هذه السيارات المفخخة آلاف الحواجز، مئات الحواجز، مئات الجنود من حمص مثلا طرطوس، من أين تتأتيهم؟ نعم للتذكير فقط، للتذكير فقط عقيد أحمد، في العام الماضي في مثل هذا اليوم تماما في 5 أيلول وقعت تفجيرات في حمص أيضا وفي أماكن موالية. شكرا لك العقيد أحمد الحمادة المحلل العسكري على هذه المعلومات. أعود إليك دكتور أسامة الملوحي، يعني هل تتوقع اتفاق روسي أمريكي على مبادرة ما، أم هي كلها مجرد ألاعيب وقد كنت أشير إلى ما يشبه ذلك؟ الاتفاق موجود، وإنما الإعلان عن بعض المفاوضات واللقاءات وعدم الوصول أو الوصول إلى اتفاقات كلها عبارة عن ذر الرماد في العيون، وعبارة عن خداع، والخداع بإدارة أمريكية وإخراج أمريكي وليس روسي. الطرف الأقوى في المعادلة السورية، الطرف الأقوى من ناحية النفاق ومن ناحية العداء للثورة السورية هو اليوم الطرف الأمريكي وليس الروسي. الروسي طرف متنحي أصبح، لذلك هناك عملية اتفاق مستمرة منذ شهور. وفيما يخص حلب هناك تصريح، عندما تسربت أو سربت وثيقة تتحدث عن مسودة اتفاق روسي أمريكي، ماذا قالوا؟ قالوا ضمن هذا ضمن هذه المسودة أن هناك دعوة وطلب وأمر إلى الفصائل، فصائل الجيش الحر، أن توقف تقدم جبهة فتح الشام في حلب، هكذا هذا البند. نعم. الذي يعني تسرب والبارحة كان على كل وسائل الإعلام. نعم. هذا الأمر خطير للغاية، هو يفترض أن هناك فئتين تقاتلا على الأرض، ولكن هي فئة واحدة، وعلى كل الأحوال أمريكا
تحت هذه الذريعة أنها تريد وقف تقدم فتح الشام، رغم أنها غيرت اسمها وتخلت عن القاعدة وفعلت كل ما يجب أن تفعله، ومع ذلك أمريكا يعني تعلم أن هذه الجبهة وغيرها يعني هل تريد شق لها جهود الثوري؟ هل تريد أمريكا؟ هذه محاولات مستمرة على طول الخط، حتى الاقتتالات الجزئية التي حصلت أمريكا وراءها، حتى ما حصل مع حركة حزم، حتى ما حصل في إدلب مع حركات أخرى، كلها كان لدى هناك تحريض أمريكي. ويكفي أن تعلم أن لدي معلومة موثقة، وحتى صاحبها يعني مطلع وهو سوري أمريكي من أصل سوري يعمل مع الأمريكان، قال لي هناك لا يقل عن 3000 مجند تابع لمقاولين أمريكان يعملون لجلب المعلومات وإثارة الفتن على الأرض فقط في الشمال السوري. 3000 عميل عبر 3 متعاقدين يجتمعون بهم ويجمعون المعلومات ويحيكون الدسائس والمكائد بإدارة أمريكية فقط في الشمال السوري. جمع المعلومات دكتور، لنكن واقعيين، يعني من عبر وسائل إعلامية مدعومة، عبر ناشطين، عبر كل شيء، المعلومات أصبحت مباحة. على كل الأحوال هناك يعني معلومات أكثر خصوصية وأكثر اقترابا من قادة الفصائل وإلى ما هنالك. 3000 مجند عبر 3 مقاولين متعاقدين مع الأمريكان يوفرون معلومات ويوفرون إمكانية الدس. 3000 على الأرض دكتور، هذا أمر ومتروكين هكذا يسرحون ويمرحون. نعم هذا أمر يجب. أين الفصائل الثورية؟ لماذا لا تحاسب؟ هناك من يكشف بهذه الطريقة. لا وليس مكشوفين. هذا الشخص يعني أوصل لي هذه المعلومة، وهو شخص يعمل مع الأمريكان بحكم واجبه، ولكن لديه وطنية سورية فأبلغني بهذا الأمر، وهو شخص ذو مسؤولية رفيعة. على كل الأحوال معلومات خطيرة. فوجئت بالرقم وقلت له مئات، قال آلاف عبر 3. قلت له كيف يجتمعون معه؟ قال لا يجتمعون إلا مع 3 متعاقدين، 3 من الرجال متعاقدين مع هؤلاء. لذلك يجب علينا أن نعلم حجم المكر الأمريكي. وأنا لا أقول جمع معلومات، وإنما أقول لك الدسائس والمكائد التي على الأرض، حتى الاغتيالات أمريكا وراء جزء كبير من هذه الاغتيالات. لذلك يعني هذه الاتهامات كانت واضحة في درعا لقادة كثير من الفصائل. على العموم دعنا نذهب إلى آفاق ومبادرات الحل عبر هذا التقرير عن المواقف الدولية من الحرب في سوريا. تتسارع وتيرة الأحداث الميدانية في سوريا وسط ضبابية في المشهد السياسي ومستقبل نظام الأسد، الذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن فكرة الدفاع عنه بعد أن قتل أكثر من 600,000 سوري خلال 5 أعوام الماضية وصمة عار في جبين الإنسانية. وأضاف: نجحنا خلال عملية درع الفرات في إقامة منطقة آمنة بعد تطهير مدن وقرى الشمال السوري من قبضة تنظيم الدولة، وسنواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة وروسيا لإقامة مناطق حظر للطيران لحماية السوريين العزل وتوفير ملاذ آمن لهم. وكانت كل من موسكو وأنقرة نفيا في وقت سابق صحة التقارير التي تحدثت عن لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان وبشار الأسد، مؤكدين على أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة. الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين اجتمعا اليوم على هامش اجتماع قمة مجموعة 20 في مدينة خوانجو شرقي الصين، حيث بحثا الأزمة في سوريا وسبل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المتفاقمة هناك. وقالت مصادر صحفية إن اللقاء كان موسعا وإيجابيا دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وعلى الأرض تسابق قوات الأسد الزمن لتحقيق إنجازات عملية في الميدان لتفرض شروطها في أي حل سياسي مستقبلي، معلنة إعادة السيطرة على مجمع الكليات وطريق الراموسة، مما يعني بحسب خبراء عسكريين إعادة حصار حلب، فيما يواصل الثوار معاركهم محققين انتصارات على جبهة حماة ونجاحهم في تطهير قرية الغندورة ومحيط جرابلس من قبضة تنظيم الدولة. وتبقى الأيام القادمة مفتوحة على كل الاحتمالات، سواء على الجانب الميداني المتسارع أو على الجانب السياسي الذي يكتنفه الغموض وتكثر فيه التكهنات. يعني التقرير يطرح أسئلة كثيرة. أولا يوضح صراحة الموقف التركي الذي أعلن بلسان الرئيس أردوغان أن لا لقاء مع الأسد، ويعني عدد من جرائمه وأكد حتى الروس ذلك. برأيك هل الروس يعني يلعبون على هذا الوتر كانوا في مرحلة سابقة؟
الروس ليس لديهم هذه الحنكة السياسية ليكون لديهم تدبيرات سياسية مؤثرة في المشهد. هم يعتمدون على التدخل العسكري الذي حصل ويحصل ويستمر. وأقول لك أكثر من ذلك، هناك ارتزاق عند الكرملين، هو يعرض السياسة الروسية للبيع، ومن ضمن ذلك التدخل العسكري أمام أي دولة تريد وتستطيع أن تدفع. وأنا أؤكد وأذكر أن إيران تدفع ثمن التدخل العسكري الروسي في المنطقة. أريد أن أقول عن ما يحدث في الشريط الحدودي السوري، في الحقيقة أن الإنجاز هو بأيدي فصائل الجيش الحر البطلة، وهذه العمليات أؤكد للمرة الرابعة ربما على الإعلام، إذا نجاحها باستمرارها ونجاحها بالوصول إلى الطرف المعادي الثاني، وربما أنا أعتبره الأخطر، الذي هو ميليشيات الPAD التي اعتدت علينا وغدرت بنا. أنتم لا تعلمون ربما أن هناك اتفاقات كانت مكتوبة وغير مكتوبة بيننا وبين تنظيمات الأكراد، أن لا يغدروا وأن لا يكون منهم غدر في معروفة. وبعد ذلك حصل الغدر بعد آخر اتفاق، وأخذوا جوهرة الشمال السوري التي هي ترفعت جوهرة الريف الشمالي. ولكن سؤالي، هل دعوة أردوغان يعني وهذا التصريح ضد الأسد سيحرك الموقف الدولي، خاصة أنه خلال الأيام الماضية كثر الحديث عن إدانة نظام الأسد ورأس النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية؟ يعني بلا شك أن الغطاء الروسي السياسي مع النفاق الأمريكي سيكون هناك المزيد من الصفقات، كما تمت يعني في الفضيحة الأولى بعد الضرب الكيميائي بشكل سافر ومعلن ومثبت، وأيضا تمت التغطية. اليوم الاستخدام هذا أيضا ستتم تغطيته. اليوم لدينا استخدامات الفوسفور بطريقة مخيفة، لدينا استخدامات من قبل روسيا لقنابل نصف نووية سميت بالحرارية، وأنت تعلم التفاصيل. لدينا أيضا وأذكر بالمشاركة الأمريكية المعلوماتية وحتى بالطيران بضرب مجاهدين والثوار على الأرض. لذلك الجميع اليوم يشترك في معادلة يعني مسيئة لهم، سيسجل التاريخ هذا العار وهذه السبة على الأمريكان والروس وسائر الدول التي يعني تمارس النفاق العلني. على سيرة الأمريكان والروس، هل ستوافق روسيا وأمريكا برأيك على طلب تركيا بمنطقة حظر جوي أو منطقة آمنة؟ هناك تفصيل. تركيا الآن تعلم وأمريكا تعلم أنها يعني كشفت في قضية التورط بالانقلاب الذي حصل هنا، ولذلك تركيا تلعب الورقة بشكل جيد وتضغط على أمريكا، وحصلت على مكاسب وتحررت من بعض الكوابح الأمريكية. فلذلك اليوم هي لا تطلب، هي ربما تلمح تشير إلى تعاون أمريكي روسي معها من أجل المنطقة الآمنة، ولكن اليوم تركيا تفرض وتطبق وتنجز هذه المنطقة الآمنة بجيشها الذي دخل، وأقول مساعدا للجيش الحر وليس بشكل رئيسي. نعم، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الروسي أندري أنتيكوف. مرحبا بك سيد أندري. أهلا وسهلا بكم. ما هي ملامح الحل الروسي المطروحة في هذه المبادرة سيد أندري؟ ما هي المبادرة التي تقول عنها؟ المبادرة الروسية لحل الأزمة في سوريا، والتي يعني يجري الحديث بشأنها حاليا في لقاء أوباما وبوتين. نعم، من الواضح أن روسيا تتمسك بمبادئ جنيف 1 وجنيف 2 واتفاقيات فيينا، والهدف الأول الذي يجب تنفيذه هو إيقاف إطلاق النار في سوريا ومواصلة مكافحة ضد الإرهاب في سوريا. هذا شيء أول. شيء ثاني هو انفصال ما يسمى بالمعارضة المعتدلة من الجماعات المسلحة الإرهابية، قبل كل شيء جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام. هذا مسألة التي لا يمكن أن نتفق روسيا مع الولايات المتحدة، ويبدو أن هنالك بحث واسع جدا وتناقضات كبيرة جدا بين روسيا والأمريكا. يجب أن المعارضة المعتدلة تنفصل من
أجابة النصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى. هذا شيء أول الذي يجب أن ينفذ. عذرا سيد أندري، عذرا على هذه المقاطعة، ولكن أريد منك توضيحا. جبهة النصرة استجابت إلى الطلبات، غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام، تخلت عن القاعدة، لماذا هذا الإصرار على حشرها في التطرف وبأنها خارج الصف الثوري؟ نعم، بعد تغيير اسم جبهة النصرة هذه المنظمة لا تزال إرهابية، وروسيا والوزارة الخارجية الروسية صرحت بكل الوضوح أن روسيا ستواصل مكافحة ضد هذه المنظمة. هذه منظمة لا تزال إرهابية بغض النظر تغيير تسمياتها أو شيء آخر. نعم. طيب، من هي المعارضة المعتدلة برأيكم كما تصفها؟ المعارضة المعتدلة هي المعارضة التي لا تتعامل مع المنظمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وجيش الإسلام و يعني أحرار الشام ومنظمات الإرهابية الأخرى. هي المعارضة. الضيف يسألك، عدد لنا الفصائل المقبولة إذن. يقول الضيف ثلاث فصائل. إذن هي الفصائل التي تطير على حل سياسي ومستعدة لإيقاف إطلاق النار في سوريا وإيقاف الاقتتال. هذا هي المعارضة المعتدلة. سيد أنتيكوف، يعني هل تريد أن تقول أن المعارضة المعتدلة من وجهة النظر الروسية هي التي توافق على حل تحت مظلة بشار الأسد رئيسا؟ لا يجري الحديث عن مصير بشار الأسد في مباحثات جنيف. الأهداف مباحثات جنيف هي تشكيل الحكومة الانتقالية ويعني إيجاد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئيسية. هذه هي الأهداف المباحثات، وليس هناك الحديث عن مصير بشار الأسد. هذا مسألة التي لا يجب أن تبحث في مباحثات جنيف. يبدو أن ضيفي في الاستوديو يريد الحوار معك حول هذه النقطة، لا يجري الحديث حول مصير بشار الأسد، ماذا يعني ذلك؟ يعني الإبقاء على بشار الأسد هو مهمة لبوتين، للكريملين، مهمة مدفوعة الثمن للإبقاء على بشار الأسد. ولكن أنا أسأل الضيف ليعدد لنا، ليفهم المشاهد، من هي أسماء الفصائل، يعدد ثلاث فصائل إذا كان فعلا يعلم شيء عن الوضع السوري. ثلاث فصائل فعلا هي مقبولة لدى روسيا، معتدلة لدى روسيا. ثلاث نعم. فصائل سيد أسماء أندري. فقط أسماء. سيد أندري، هل لديك أسماء هذه الفصائل التي من وجهة النظر الروسية فصائل هي معتدلة؟ طبعا هناك فصائل المعارضة، ويبدو أن من هي؟ تتوسط يعني قائمة هذه الفصائل وروسيا أو وزارة الدفاع الروسية كل يوم تنشر قائمة القرى أو المدن التي توافق على هدنة في سوريا، وهذه المدن وهذه الجماعات المسلحة طيب تريد إيقاف إطلاق النار. عفوا يعني، وأكثر من ذلك هناك فصائل المعارضة التي تشارك في مباحثات جنيف، وهي مثلا يعني مجموعة ميميم أو مجموعة موسكو القاهرة وإلى ما هنالك. سيد أندري، عذرا اسمح لي لك كل الوقت بعد ذلك سيد أسامة. سيد أندري، يعني من الفصائل التي تقول التي تشارك في هيئة تفاوض هي مفوضة من جيش الإسلام ومن أحرار الشام الذين تقول أنهم يعني فصائل إرهابية أيضا، وإلا لن تبقى إلا لا. قوات سوريا الديمقراطية بعد ذلك. عفوا، ماذا عن قوات سوريا الديمقراطية؟ يعني إن كانت كل تلك الفصائل بنظر روسيا فصائل إرهابية ومتطرفة، فلن يبقى إلا قوات سوريا الديمقراطية ومن معها. يعني روسيا طبعا تثير على مشاركة الأكراد الذي تتألف منها القوات السورية الديمقراطية، تثير على مشاركة الأكراد في مباحثات جنيف، والرفض التي نشاهد من قبل بعض الدول الغربية
أو الإقليمية لمشاركة الأكراد في مباحثات جنيف يضفى الأكراد يعني أعمال المسلحة في سوريا، وهذا يؤدي إلى توتر الأكبر الذي نشاهده اليوم. سيد أندريس، سؤال أخير. يقال بأن الروس عبر سياساتهم التاريخية هم بائعون في اللحظات الأخيرة وبعد الثمن الأكبر، وكما باعوا القذافي وسلوبودان ميلوزيفيتش ومن قبل صدام حسين سيبيعون بشار الأسد في اللحظات الأخيرة. ما ردك على هذا الكلام؟ عفوا، ماذا عن بشار الأسد؟ هل من الممكن لروسيا في النهاية أن تبيعه في صفقة أو تتخلى عنه؟ نعم، روسيا كانت دائما تصير على أنها لا تتمسك بشخصيات في سوريا، وروسيا مستعدة لتتعامل مع كل الشخصيات في سوريا، ويعني على الشعب السوري أن يختار رئيس لهم، وهذا الشخص الذي سيختاره الشعب السوري ستتعامل معه روسيا، وروسيا لا تتمسك لا ببشار الأسد، بشخصية بشار الأسد، ولا بشخصيات الأخرى. نعم، السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي، شكرا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي، كان لديك كثير من الردود. يعني أنت الآن علمت بوضوح أنه لا يعلم، ويقول لك وزارة الدفاع الروسية هو في النهاية غير مطلع، غير مطلع، يعني هذا المحلل غير مطلع على القائمة الروسية، يقول من وزارة الدفاع ليذكر لنا فصيل فقط واحد من الفصائل المعتدلة. ذكر أن المشاركين في جنيف، أنت تعلم أن كبير المفاوضين هو محمد علوش جيش الإسلام الذي قتل قائده ومؤسسه زهران علوش، قتل من قبل الروس. هؤلاء يتصرفون بطريقة همجية، وأنا أقول لك أمر مهم للغاية ويتعلق بنا وبكم كإعلاميين. الشعب الروسي، أنا أريد حلقة كاملة عن هذا الموضوع، الشعب الروسي مغيب، ولو علم الشعب الروسي أن مدى إجرام بشار الأسد ومدى الدعم الذي يحظى هذا المجرم من الروس من بوتين يحظى به، لا الشعب الروسي لتصرف بطريقة. الشعب الروسي لديه مفاجأة. لماذا مفاجأة هو مغيب؟ يعني الشعب الروسي الذي فجر الثورة البلشفية سيفاجئ الجميع، ولو علم بالتفصيل ماذا يجري أنا لدي هناك معلومات. هناك ما زال الحزب الشيوعي يعمل في روسيا، ما زالت هناك معارضة لها صوت، لها وكالات أنباء، يعني لماذا نتهم بأن المواطن الروسي لم يصل مغيب؟ لم يصل صوتنا للمواطن الروسي مع الأسف، لمشاكل لغوية تخص اللغة وتخص نحن الإعلاميون أيضا لم يوصلوا الصوت إلى الشعب الروسي. وعندما أنا أحيطك علما أن هناك جهات مدنية داخل روسيا، هل تذكر عندما اتهمت وزارة الدفاع الروسية بالكذب عندما تكلمت عن قصف لمقاتلين فقط وأنها لا تقصف المدنيين؟ هناك جهات مدنية داخل روسيا كذبت وزارة الدفاع الروسية، لذلك نحن مقصرون جدا، وهذا الأمر يمسكم ربما لأننا لا نوصل لا حديث الصوت. الإعلام الثوري يعني حديث يجب أن يترجم للغة الروسية، يترجم حتى لو بالصور فقط أن توصلوها للمواقع الروسية. لذلك الشعب الروسي مغيب بلا شك، وأن هناك الديمقراطية فيها كثير من التزييف، وعندما ترى بوتين مرة رئيس وزراء ومرة رئيس ثم يتكرر الأمر إلى هذه الدرجة، أنت أمام ديمقراطية مزيفة إلى حد كبير. نعم. على كل الأحوال يعني الشعب الروسي لابد أن ينتقل من نعود إلى هذه الحديث حول يعني لقاء بوتين أوباما. برأيك هل الحل يطبخ هنا بعيدا عما يحكى عن دور مجلس أمن وأمم متحدة؟ بلا شك، يعني مجلس أمن وأمم متحدة هي عبارة عن واجهات، والأمور تطبخ هنا فعلا عند هؤلاء الذين يسمون أنفسهم كبار، لكن التاريخ سيذكر أنهم هم الأشرار في العالم في الحقيقة، وشعوبهم غيبت بطريقة بتقصيرنا وبمكرهم، غيبوا شعوبهم ويلعبون لعبة قذرة بمناصرة الاستبداد. هذا الجانب، أليست السياسة على مدى التاريخ الحديث على الأقل هي بهذه الذرائعية وهذه الصفاقة، عذرا لهذه التسمية، أبداً. وتبقى إرادات الشعوب هي التي تحكم
يحكم وإرادات أصحاب القضية؟ نعم، لكن هناك دائما مستوى يعني حد خط أحمر سميه ما شئت من القذارة في السياسة، لكن هذه الخطوط حطمت بأرقام قياسية غير مسبوقة. النفاق الأمريكي هو كان دائما سمة موجودة لدى السياسة الخارجية الأمريكية، ولكنها اليوم السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة أوباما حطمت أرقام قياسية في النفاق، وحطمت أرقام قياسية في التحالف مع المستبد بشار الأسد. كنت تقول أن الولايات المتحدة شبه مغيبة عن الحل حقيقة في سوريا سوى من وراء الستار، لماذا في اجتماعاتهم حتى يعيدوا الطرح إن كانت هناك يعني آليات تنفيذية، وزراء خارجية، حل وفود دبلوماسية؟ أنت تقصد الأمم المتحدة؟ لا لا، أقصد في لقاء القطبين أوباما بوتين. نعم، يعني أوباما في نهاية عهده لن يفعل شيء، لكن نحن نعلم أن الوزارات الأمريكية الرئيسية التغيير فيها لا يكون كبير بتغير الرؤساء، لذلك هناك سياسة ماضية أمريكية ليست أبدا لصالح أمريكا، يعني هي ليست لصالح أمريكا، وهذه العبارة يجب أن نركز عليها، لأن هذا الاستعداء واستدعاء العداء من الشعوب بلغ رقما ومستوى غير مسبوق على الإطلاق، ولذلك نجد أصوات داخل الكونغرس الأمريكي تحذر من هذا الأمر، أن هذا النفاق الأمريكي أوصل أمريكا إلى تشويه وصورة سوداء غير مسبوقة. قد يكون هناك تصرفات عبر العشرات السنين الماضية، لكن الأمر وصل إلى حد غير مسبوق. يجب على فورد الذي أول من اشتغل بالقضية السورية عن الأمريكان هو فورد، يجب على فورد أن يعني أن يخاطب الآن وأن يسأل عن مدى هذا النفاق الأمريكي الذي أوصل أمريكا. نعم. طيب، إلى إحراج تاريخ. فاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار في هذه الحلقة من برنامج ساعة سوريا. كنتم جيوش الأسد فنحن جيوش الواحد الأحد، ثورتنا مثل الصلاة بزن واحد، بزن واحد الأحد، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالشهادة. تكبير على اليمن، سوف يحملون الأفقاد على ظهورهم ويفكون حصار المدينة ويفكون حصار المدن ويلحقوك إلى أوكارك، وهذا وعد منا، والله على ما نقول شيء. فرحل إذن واكتب في دفتر ذكرياتك إن طفلة بعمر الورد تعلمت من أجدادها القدماء أن تقول لك هذه بلادي وأنت تحكمها وليست بلادك ونحن نسكنها. والله 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 سنحرر فلسطين. مرحبا بكم مجددا في ساعة سوريا. دكتور أسامة الملوحي، كنت تتحدث عن حقيقة مطبخ الحل بين القطبين الروسي والأمريكي، وأن الفعل هو أمريكي وبواجهة روسية. نعم، الإدارة ربما الإخراج المخرج هو أمريكي في النهاية، وروسيا لم تصل إلى القوة كقطب لتنافس أمريكا حتى في ولكن السورة. كيف نوازن هذه المقولة مع ما تذكره بأن أمريكا حاليا عاجزة عن حلول لأنها في نهاية مرحلة انتخابية؟ الجميع، لا أنا أقول دائما الجميع عاجز في القضية السورية، ولو كان لديهم تصورات يستطيعون فرضها لفرضوها منذ زمن، لكن الجميع عاجز، وسبب العجز هم الثوار السوريون. هذا العنصر البشري السوري مميز غير مسبوق، لا يوجد مثله على سائر الكرة الأرضية، هذا أمر يحتاج إلى تفاصيل. هذا العنصر البشري حير الجميع. قد يقال أن الإرادات، هناك لقطة مهمة جدا للمشاهد، عندما حصل التحرير للكليات وللراموسة وفتح الحصار، كان الحصار قد تم قبل 10 أيام من فتحه، من فتح الحصار من الراموسة، الكاستيلو أغلق، كان هناك كلام واضح عن اتفاق أمريكي روسي بأن حلب يجب أن تدخل في طور نزع سلاح وشيء من هذا القبيل. أتت المفاجأة التي صعقت فيها الولايات المتحدة وروسيا والجميع، كان هناك عنصر المباغتة وتم تحرير الكليات وفتح الراموسة وفتح الطريق بدون رغبة أحد. نعم، وكان المتوقع أن يأتوا من طريق الكاستيلو فإذ بهم يفاجئون من بالضبط الروسي. بالضبط، لذلك الكلام عن أن ما يطبخ في الخارج يطبخ على الأرض السورية ميدانيا هو كلام
فيه زور كبير. ألا يحتاج ذلك إلى مزيد من هذا التعاضد ووحدة الصف التي بدأنا نرى بوادر لها؟ أولاً وحدة الصف موجودة عسكرياً موجودة. أنتم عندما ترجعون إلى كل غرف العملية العسكرية. لا أقصد معركة الواحدة. نعم. عفواً دكتور أسامة. لا يمكن. لا يمكن أن يكون هناك وحدة تنظيمية هيكلية على سائر الأرض السورية. ولكن ألم يدرك الجميع أن إشعال جبهة يعني يساعد الجبهة الأخرى؟ يا سيدي ما حصل مؤخراً بين ضربات متبادلة بين حلب وحماة أمر يعني لا يمكن أن يكون إلا فيه تنسيق. عندما كان هناك تكثيف هائل في حلب تمت عملية حماة، وحتى السهولة التي دخل بها الثوار إلى سائر المدن التي حررت يعني أثارت العجب، والحقيقة ليس في عجب، إنما استغلوا تكثيف الجهد في حلب ودخلوا باتجاه حماة. اسمح لي، معنا على الهاتف المحلل السياسي الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بواشنطن. مرحبا بكم دكتور غريب. أهلين، تحياتي. دكتور غريب، برأيكم ماذا سيثمر لقاء أوباما بوتين، وهل من أفق لحل الحرب في سوريا؟ أعتقد أنه إذا تحدثنا عن حل شامل لا يزال هذا الحل بعيدا، فهناك خلافات كبيرة إن كانت بين القوى المؤيدة والمعارضة للنظام في سوريا والقوى الإقليمية الداعمة للقوى المختلفة وكذلك القوى الدولية. وبالتالي فإن الحرب السورية لا تزال قضية معقدة جدا، وليس من السهل فعلا الحديث عن حل شامل لهذه الأزمة. ولكن في نفس الوقت يمكن القول بأن تم التوصل إلى بعض التفاهمات الأمريكية الروسية حول بعض الأمور المهمة، ولكن فقط الجزء وليس الكل، وإن كانت لها علاقة بموضوع المساعدات، تقديم المساعدات الإنسانية إن كان لها، أو الممرات، أو بالنسبة لبعض القضايا الأخرى بما في ذلك مثلا التفاهمات فيما يتعلق ب الدور الأمم المتحدة وغيرها. ولكن لا تزال توجد خلافات كبيرة، هناك أزمة ثقة قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي هذه لها علاقة بأمور كثيرة. ما هي أبرز دكتور غريب، ما هي أبرز نقاط الاختلاف بين موقف كل من الولايات المتحدة وروسيا؟ عفوا لما سؤال إذا ممكن أعداده من فضلك. كنت تتحدث عن تباين في وجهات النظر وخلافات في الموقفين الروسي الأمريكي، ما هي أبرز نقاط هذه الخلافات؟ أبرز نقاط هذه الخلافات كما نعلم على الأقل، وبالتأكيد هناك أمور أخرى غير معروفة، جزء منها هو وهذا ما يتحدث عنها على الأقل الجانب الروسي، وهو موضوع تصنيف من هي هوية، تحديد هوية المنظمات الإرهابية. طبعا يتفق الأمريكيون والروس على أن جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام زي هو بعد تغيير الاسم تعتبر من قبل الجانبين منظمة إرهابية، ولكن المشكلة بين روسيا والولايات المتحدة هو المنظمات الأخرى التي تقاتل المعارضة من جماعات المعارضة المسلحة التي تقاتل أحياناً مع الجبهة النصرة، وبحسب الرأي الروسي أنها تنتهك الاتفاقات، بينما الأمريكيون يقولون بأن روسيا تستغل الوضع وتقوم بمهاجمة منظمات معتدلة تدعمها الولايات المتحدة. وبالتالي فإن هذه هي من بين الخلافات الرئيسية. قد يكون هناك خلافات أيضاً أخرى حول كيفية إيصال المساعدات الإنسانية، هل سيكون هناك تعاون بين قوات المعارضة وقوات النظام لإرسال هذه المساعدات، أم أننا سنرى أن القوات السورية النظامية وربما الروس يكونوا هم المشرفين على إيصال أي مساعدات، ولكن حسب التسريبات التي صدرت حتى الآن فأنه لن يسمح للقوات السورية بفتح أي صناديق مختومة من قبل الأمم المتحدة. هذه من بين النقاط التي يتم الخلاف، يوجد خلاف عليها.
نعم، الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في واشنطن، شكرا لك. لك تعقيب دكتور أسامة. أنا أريد أن يسمعني قليلا، يعني هل هذه خلافات فعلا، يعني أن الصناديق تفتح أو لا تفتح، صناديق ماذا؟ طيب لا، أنا أسألك غير الأمر، أسألك غير ذلك إن سمحت لي. يعني هل يوافق الثوار أن يكون تحت إشراف روسي كما ذكر هذا الموضوع؟ يعني أنت في هذه الحالة تعلن ما يشبه الاستسلام. نعم، هناك أمر يعني يجب أن نؤكده، لا يوجد اختلاف أمريكي روسي. أين هذا الاختلاف؟ كيف أمريكا تسمح لروسيا بفعل ما تريد عسكريا، بفعل ما تريد، بضرب من تريد، بقتل الآلاف كل شهر؟ برأيك كل هذا ليس خلاف، يعني إنما يعني فقط تعديل تفاصيل؟ حتى دكتور غريب لم يجد خلاف إلا أن يقول لك هناك خلاف عن هل يفتح صندوق المساعدات من قبل النظام أم لا يفتح. خلاف رئيسي وجوهري أنه يجب أن لا يفتح، والطرف الروسي لا يفتح، يفتش هكذا. هل هذا خلاف؟ طيب دعنا، هذه مهزلة، هذه مهزلة، لا يوجد خلاف. إنما هم، أنا أقول لك بصراحة، يريدون، هم متفقان على ضرب الأذرع السورية الصلبة. نعم، سنتابع ذلك، ولكن دعنا نرى ما تقول الصحافة العالمية. فورجن بوليسي الأمريكية، المجلة، حذرت مما وصفتها بالسياسة المترددة والهامشية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إزاء الحرب في سوريا منذ سنوات، وقالت إن هذه السياسة قد تسهم في عودة تنظيم القاعدة إلى بلاد الشام. وأشارت في مقال تحليلي ثلاثي اشترك في كتابته جينيفر كافاريلا ونيكولاس هيراس وجينيفن كاساغراند إلى أن حصار مدينة حلب يفتح الطريق أمام عودة تنظيم القاعدة، العدو الأعظم للولايات المتحدة، وهو ما يشكل أو الصراع في حلب تهديدا مروعا للولايات المتحدة. هل تنظيم القاعدة هو العدو الأعظم للولايات المتحدة برأيك؟ والله أمريكا تصنع العدو دائما، يعني حتى هنا لا تذكر تنظيم الدولة يعني في هذا الأمر، لأن تنظيم الدولة ليس من القاعدة وخرج عن القاعدة وكفر القاعدة. لذلك أنا أقول لك أن تنظيم النصرة مثلا سابقا كان يؤكد على أن ليس له أجندة خارج الأهداف السورية المضادة للنظام السوري. فلنطلع أكثر على الإعلام الأمريكي. مجلة The National Interest الأمريكية، قالت الكاتبة ثيس فانتزمان أن سياسة، بل الكاتب ثيس فانتزمان، أن الولايات المتحدة جعلتها تحارب نفسها في سوريا، وإن حلفائها هناك صاروا يتقاتلون فيما بينهم، وإن بعضهم يتهم أمريكا بالخيانة. طبعا يضربون مثال التحالف مع الأكراد ووحدات الشعب الكردية التي قاتلت تنظيم الدولة، لكن الأكراد الآن يتهمون الولايات المتحدة بالخيانة. أمريكا لم تدعم فصائل الجيش السوري الحر بشكل جاد، ولا حتى، وإنما هي غرف فيها كل الأطراف، أمريكا فيها، دول أوروبية فيها، قطر فيها، السعودية فيها، تركيا، عبرها يأتي فتات. أما أمريكا فعلا دعمت هؤلاء المرتزقة من ميليشيات البي دي، دعمتهم حتى بأسلحة يا سيدي، صواريخ مضادة للدروع غير موجودة حتى عند، غير موجودة حتى عند حلفاء أمريكا، لم تعطيهم. يعني دعمت طرف واحد الذي هو طرف الميليشيات الكردية. طيب لنرى، نذهب إلى بريطانيا والإنديبندنت، ففي مقابلة حصرية لها مع سيهانوك ديبو كبير مستشاري زعيم الأكراد السوريين صالح مسلم، تحدث فيها المستشار ديبو عن مصالحة محتملة بين دمشق وأنقرة. أعتقد هذا الكلام تم الرد عليه ونفاه الرئيس أردوغان وأكده الروس كذلك، فهو كلام الأمس أصبح. يعني صالح مسلم ليس، لا هو ومن معه ليس بمصدر لمعلومات، هو تابع ويبيع نفسه لمن يريد الشراء حقيقة. يعني لن تجد طرف باع نفسه للروس وللأمريكان بآن واحد بنفس اللحظة إلا هذا الطرف، وأطاح بحلم كردي كبير. نعم، وأدخل الأكراد في مأزق تاريخي، ولكننا كشعب سوري أبدا سننقذ الأكراد والعرب من براثن هؤلاء الشوفينين. أشكرك الدكتور أسامة الملوحي، رئيس المكتب السياسي لحركة الإصلاح والبناء حصن، والشكر موصول لمتابعتكم مشاهدينا الأكارم. نلقاكم غدا في ساعة سوريا.